انتهى عام 2020 أصدقائي على خير، لكن حصاده لم ينتهي، وسنحدثكم الآن عن حصاد الإبداع الفلسطيني لعام 2020 والذي أعده كل من الكاتب والشاعر ياسر علي إضافة للصحفية الفلسطينية هبة الجنداوي. سنتحدث عن طبيعة هذا الحصاد، أهميته، وكل ذلك مع الشاعر ياسر. ينضم لنا عبر سكايب من بيروت، نرحب به. أهلا وسهلا بك معنا، وسنة جديدة يا رب تكون خير على الجميع. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم وشكرا لهذه الاستضافة الطيبة. أهلا أهلا بك. يعني لو تحدثنا بداية عن أهمية هذا الحصاد الذي تقومون به كل عام، حصاد الإبداع الفلسطيني. بطبيعة الحال هذا الحصاد هو للسنة الخامسة على التوالي، بدأناه سنة 2016 وتابعنا حتى اليوم وما زلنا مستمرين به، وهو كان مجرد في البداية فكرة قمت بها سابقا حوالي عام 2006-2005. كنت رئيسا لتحرير مجلة تعنى بشؤون المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبالتالي أنا عملت على فكرة أن المخيمات ليست فقط مآسي ولجوء ونكبة وغير ذلك، المخيمات هي أيضا محضن للإبداع حتى لو كانت ظروفها صعبة جدا، فمن حلكة الليل ينبثق الفجر. وبالتالي بدأنا في بفكرة اسمها إشراقات فلسطينية، ثم وبدأنا نجمع التجارب في المخيمات، ثم انطلقنا إلى فكرة ثانية عن البيئة الفلسطينية، وتوصلنا في إحدى الحملات إلى شعار أن تغرس زهرة على باب مخيم كأن تحمل بندقية على ظهر مقاوم. وبالتالي بدأنا بهذه الأفكار المدنية كما يقال، وثم يعني تحركنا باتجاه الإبداع، وفي جلسة عصف ذهني جميل. بدأنا بهذا المشروع، ثم بدأنا بقليل من الأخبار، وعندما أصبح عندنا كم كبير من الأخبار سنة 2016 للأخبار التي تجمعها وتنشرها في الموقع الزميلة هبة الجنداوي، قررت أن نجمع هذه الأخبار ونكتبها في مدونة على مدونات الجزيرة، وبالتالي أصدرت أول مقال بهذا الشأن ولقي ترحيبا شديدا وكبيرا من القراء والمتابعين. ثم خطرت لنا فكرة أن نجمع هذا المقال أو نضعه في كتيب، وهذا ما فعلناه، فصدر كتيب حصاد الإبداع 2016 مع بداية أعمال المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج وتأسيسه، وبالتالي أصبح ديدنا لدينا أن نصدر تقريرا سنويا، هو عبارة عن كتاب سنوي يصدر الآن خلال أسبوع إن شاء الله سيصدر، لأننا ننتظر نهاية السنة لئلا يفوتنا شيء، وبالتالي نحن الآن أمام التقرير السنوي الخامس لحصاد الإبداع الفلسطيني عام 2020. نعم. طيب أستاذ ياسر، لو تحدثنا عن المعايير التي تعتمدونها في انتقاء المبدعين الفلسطينيين. المعايير هي لن أقول أنها معايير جينيس يعني أو معايير صعبة جدا، لكن أنا يهمني أن أجد المبدع الفلسطيني مقابل غيره من الشعوب، يعني لا أريد أن أقول مثلا أول فلسطيني فعل كذا، لا، لكن أنا أريد أن أقول أول عربي فعل كذا مثلا، أو على مساحة الوطن العربي أو على مساحة العالم أو في أوروبا، لأنه في كل بلد فيها أوائل، ولكن أوائلها إذا كانوا في نفس البلد لن يفيدنا هذا في الأمر شيء. لذلك نحن سلطنا الضوء على الأول، على الأسبق، على الأقوى، على الأذكى، على الأقدر وهكذا، وبالتالي نحن عملنا على معايير معينة نستطيع من خلالها أن نحدد من سيكونون ضمن هذا الكتاب. ثم هناك مسألة أصعب من المعايير، وهي مسألة التزييف، الفيك، يعني الفيك نيوز، يعني ممكن أنا تيجي مؤسسة معينة تقول أنا أعطيت شهادات دكتوراه فخرية لمجموعة من الفلسطينيين، الفنان الفلاني لإنجازه الكذا، للفنان الفلاني لإنجازه كذا، أو للعالم الفلاني أو للباحث الفلاني، هذا لا نتوقف عنده، بل نبحث في أصول هذه الجوائز لكي لا نقع في شرك لا يحمد عقباه. وبالتالي نحن هذه السنة استثنينا مجموعة من الذين
أعلن عنهم وعن تفوقهم لهذا السبب يعني، وبعض الفقاعات الإعلامية لم نتطلع إليها ولم نذهب إليها بجدية يعني. نعم، طيب أستاذ ياسر، من ناحية أخرى لو تحدثنا ما هي الأقسام أيضا التي يندرج تحتها تصنيف المبدعين المنتقين؟ في هذا العام الغائب الأكبر بسبب جائحة كورونا هو القسم المتعلق أو المعني بالاحتكاك المباشر مع الجماهير، وهو القسم الرياضي، فبالتالي كانت النتيجة صفرا في القسم الرياضي، ولكن توزعت الأقسام على مجموعة من المجالات. المجال الأول هو المجال الأكاديمي، طبعا نحن عندنا 61 حالة هذا العام، العام الماضي كانوا 73 حالة، هذا لا يعني أنه ما في أكثر من 61، ولكن وفق معاييرنا نحن هم 61، ووفق اطلاعنا ربما كان هناك ناس مبدعين أكثر لكن لم نطلع عليهم. هذا العام عندنا 10 حالات في المستوى الأكاديمي، 11 حالة في المجال الإعلامي والفني، 5 حالات في المجال السياسي، 8 حالات في المجال الأدبي، 4 حالات في المجال الطبي، و7 حالات في الابتكارات والاختراعات، و8 حالات في التكريم والجوائز. والقسم الجديد الذي افتتحناه هذا العام هو المجال التعليمي والدراسي، فصلناه عن الأكاديمي وهو 8 حالات. طبعا هؤلاء نحن صنفناهم بنسب معينة وغير ذلك. المميز هذا العام للأمانة هو التجاوب من قبل الناس، يعني هذا العام أكثر من شخص اتصل بي وأرسل لي معلومات عن مبدعين لم نتناولهم أو تناولهم ولكنه لا يعلم بذلك. يعني اتصلت بي إحدى الناشطات من رام الله وأرسلت لي مجموع حوالي 8 مبدعين، نحن كنا قد سجلنا عندنا 6 وأخذنا منها 2، وأيضا طبيب من أوروبا استشرناه فأرسل لنا مجموعة، وأيضا كان بقي واحد أخذنا منها 1 لأن الباقي عندنا إياه يعني رصدناه، وبالتالي وجدنا اهتماما من الناس لرصد وتكريس أسماء المبدعين الذين قد نغفل عنهم. هذه جميل. نقطة. النقطة الثانية، وجدنا اهتماما مضاعفا في نشر هذا التقرير، يعني العام الماضي العدد الكتاب الذي أصدرناه العام الماضي صدر في حزيران 2020، وذلك لقلة المال والدعم، وكنا وبالمناسبة كل الكتب الخمسة كانوا بالتبرعات وليس بتمويل ذاتي أو فرضنا على أحد أن يدعمنا، تبرعات من فاعلي خير ساعدونا. هذا العام جاءنا التبرع في بداية ديسمبر، يعني في 2020، مش في منتصف 2021 مثلا كما حدث في العام الماضي. وبالتالي هناك تفاعل وإبداع وتجاوب من الجمهور ومن المهتمين في هذا المجال. جميل جدا. طيب دعنا هنا أستاذ علي نتعرف معك على أبرز القصص المميزة اللي تم إدراجها في هذا الحصاد هذا العام أو العام السابق طبعا 2020. تسمعنا؟ هل تسمعنا؟ أستاذ ياسر هل تسمعنا؟ نعم نسمعك. نعم، كنت قد سألتك عن أبرز القصص المميزة اللي تم إدراجها في حصاد عام 2020. طبعا نحن في التقرير الذي نصدره قبل نهاية العام ونوزعه على وسائل الإعلام لا نذكر قصص معينة في هذا الإطار، القصص تذكر في الكتيب، قصص قصيرة طبعا ولا نتابع فيها. على سبيل المثال الشاب المخرج الفلسطيني محمد الصفوري كتبنا هذا العام أنه حصل على جائزة يعني عن فيلم له علاقة بليبيا بأبرار عميش من ليبيا، ولكن في الكتاب ذكرنا الخمس جوائز التي حصل عليها، وهي ليست بالجوائز السهلة، بالعكس هي جوائز في أمريكا كلها، وهو في طريقه إلى تحقيق إبداعات أخرى، وهو الآن مثلا يحضر فيلم عن جده ونكبة 48. جده كان لاعب كرة قدم في حيفا أو في صفوريا ومحيطها، وانتقل إلى لبنان وحصل وكان لاعبا لكرة قدم في لبنان أيضا، وبالتالي ثم انتقل إلى الكويت والأردن ثم إلى أمريكا، له قصة طويلة. وبالتالي هذا الفتى يعني لديه رسالة أن يتحدث عن القضية الفلسطينية من خلال قصة جده والنكبة التي عاناها. هناك مثلا مبدعين
ظلموا في فلسطين كالبروفيسور سليم الحاج يحيى الذي هذه السنة للسنة الثانية أو الثالثة نذكره في تقريرنا، هذه السنة أجرى عملية لشابة فلسطينية اختلطت الحجاب الحاجز مع الأمعاء مع الرواية، فاضطر إلى توقيف قلبها 15 ساعة ليجري لها العملية الجراحية. هذا البروفيسور كان مسؤولا عن مستشفى النجاح، ولكنه تعرض لظلم عندما عاد رئيس الوزراء رامي حمد الله لإدارة جامعة النجاح. لم نذكر طبعا هذا البعد لأنه في بعد سياسي ما فيه، لذلك ذكرنا فقط أنه تمكن من إجراء عملية وإيقاف قلب الشابة الفلسطينية عمرها 29 سنة، أوقف قلبها 15 ساعة وجعلها على الماكينات وأجرى العملية، ثم أعيد إليها الدورة الدموية كما هي بطبيعتها. هناك أكثر من تجربة يمكن الحديث عنها. هناك مثلا في انتخابات الكونغرس عندنا أربعة فازوا في الانتخابات، واحدة اللي هي رشيدة طليب في الانتخابات المركزية في الكونغرس اللي هي الكونغرس الأمريكي، وهناك فادي قدورة مجلس الشيوخ في ولاية إنديانا، والإيمان جودة وأثينا سليمان نواب في ولاياتهم التي ترشحوا عنها. وهناك أيضا في المجال الأدبي الشاعر والكاتب إبراهيم نصر الله يفوز للمرة الثانية على التوالي بجائزة قطارة كتارة في لجائزة الأدب العربي. وهناك ثلاثة فائزين فلسطينيين، اثنين في كتارة وواحد في هؤلاء في قطر فقط، مصطفى مطر ومحمد العكشية وكما ذكرت الأستاذ إبراهيم نصر الله. وهناك أكثر من مجال للجوائز. هناك في المجال الأكاديمي الباحثة أمل حسين في دبي، نعم. كانت مريضة بالكورونا وكادت أن تقدم رسالة الدكتوراه من المستشفى، ولكن خرجت من المستشفى ومباشرة قدمت رسالة الدكتوراه على الفيديو كونفرنس ونالت درجة امتياز مع مرتبة الشرف في إدارة أوضاع مرضى السكري في الإمارات. جميل. طيب أستاذ ياسر، يعني من الواضح أن هنالك جهد حقيقي في توثيق تفاصيل كثير من حياة مبدعين ربما لا نعرفهم، فحدثنا كيف يمكن فعليا الاستفادة من هذا الحصاد؟ ماذا يمكن أن نبني عليه؟ يعني هو ما أردنا أن نقوله أن هذا الحصاد وجد لكي يسلط الضوء على الجانب المشرق من حياة الشعب الفلسطيني، لأن الجميع يتحدث عن النكبة واللجوء والمآسي يعني لأقل كلمة ربما كانت دقيقة أدق قليلا، الفلسطيني المغلوب. نعم. هذا التعبير أنا يعني أعتبره تعبيرا بشعا، لأن الفلسطيني لا يجب أن يكون مغلوباً، فهو مقاوم وهو مبدع وهو يعني مبدع بشتى المجالات، فبالتالي نريد أن نسلط الضوء على الفلسطيني الفائز، الفلسطيني المنتصر، الفلسطيني الذي يتحدى الأزمات كلها وبما فيها أزمة كورونا الأخيرة. لذلك نعم. نحن سلطنا الضوء حتى على بعض الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، لم نترك أمر المخيمات الفلسطينية، وهذا الأمر بالتأكيد لم نبتعد عنه كثيرا، وأيضا لم نترك أو لم يغب عنا الشباب الفلسطيني. نعم. هناك صبية فلسطينية فازت بالمرتبة الأولى على مستوى الثانوية العامة في الدنمارك، وهناك صبية أخرى فلسطينية جاءت متأخرة إلى السويد من فلسطيني سوريا، وبالتالي لم يكن قد مضى على وجودها سنتان، ولكنها أيضا فازت في على مستوى ثانويتها المركزية في السويد، فازت بالمرتبة الأولى بتفوق واضح يعني. وبالتالي هناك كثير من التجارب التي يمكن أن نحصيها من خلال مراقبة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. أنا أود أن أتوجه بالشكر ليس فقط إلى الزميلة الرائعة هبة جنداوي، ولا إلى جهود الأصدقاء في شبكة العودة الإخبارية، أريد أن أتوجه بالشكر إلى كل الشعب الفلسطيني، فكل الشعب الفلسطيني يساهم في هذا الإبداع
وليس فقط المبدعون وليس فقط الذين يكتبون عن هذا الإبداع. نعم، ونحن أيضا يعني جهودكم مباركة صراحة، نحييها وتحية لكل الشعب الفلسطيني ولكل العالم العربي والعالم أجمع. ونتمنى يا رب سنة 2021 تكون سنة خير على الجميع. شكرا لك ولوجودك معنا اليوم الشاعر والكاتب ياسر علي. شكرا.